إخواني أخواتي الكرام، أسعدكم الله بكل خير وبارك الله في أوقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على أعتاب شهر مايو نستقبل أجمل فصول السنة، هو فصل الصيف، موسم الظلال والجمال. الصيف هو أعذب الفصول الذي فيه تبسط الأرض غلالها وثمارها في كل مكان، مناظر خلابة تسحر الألباب وتنعش القلب السقيم. الصيف هو ذرة الفصول، هو مركب يأخذنا لشطآن بعيدة ويعيدنا إلى أنفسنا بذهول لا ندرك ماهيته، حتى تسمى أنفسنا بالشعور بالصفاء والنقاء والراحة، ثم ما إن تغيب الشمس حتى تطل علينا نجوم المساء كنجوم تتلألأ وسط جو من المتعة التي لا تكاد ترى بين تلك الأنوار. هي الطبيعة بكل ما فيها تسلم عرشها لهذا الفصل لتبهجنا بكل ما فيه. ولكن أحبتي، ما رأيكم أن نضيف إلى هذه الأجواء السعيدة ذرة أخرى من ذرر الصيف، يتعلق الأمر بالتعبد والتفكر والقيام بعبادات عظيمة ينال منها المسلم أجر الثواب في الحر الشديد، وأخص بالذكر تقديم السقاية للمحتاجين وعابر السبيل، دون أن ننسى دور الوضوء في بعث الانتعاش في الجسم. ومن العبادات كذلك الصوم، فإن مجاهدة المرء نفسه على أن يصوم النوافل دليل على صدق إيمانه والتضحية في سبيل الله. أحبتي، لا ننسى كذلك لزوم المساجد، أي كثرة البقاء فيها للتلاوة والذكر، وتخصيص وقت في جوف الليل من أجل القيام والتهجد. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أحبتي، يعتبر الصيف فرصة مناسبة لتجديد الزيارات وتوثيق المودات، ولا ننسى أن يقضي المسلم وقت إجازته من العمل والدراسة في طلب العلم والمعرفة وحفظ القرآن الكريم لزيادة المعلومات والحفاظ على العبادات. أحبتي في الله، أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن أحسن العمل والقصد وجني من الدنيا خير زاد ليوم الميعاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.